السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم خاوتي الزول تحيه كل شاب زائري داخل وخارج الوطن مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناه اون فيناك قناه اخبار المنتخب الوطني الجزائري واخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل انواعه ولسنا تابعين لاي طرف لي زابوني تاوعنا القدم يشوف فينا او مره ما ان شاء الله لي فيديو تاعنا في اوسع نطاق اليوم خاوتي حاولنا نتكلموا على اخبار محترفينا في الدوريات الاوروبيه ما يخفيكمش كل الدوريات بلاسك راهم في كان فيها متي تراف عطلة صغيرة بسبب أعياد السنة لا لانوال الريفيون سي بور سا الناس كاع راحت روبو احتفلت بالعيد العيد تاعهم كما يقولوا لاعبين كما المحترفين تاع البلاد دخلوا للجيري امتال عطال بوداوي بن سبعيني اسلام سليماني ما اسلام سليماني باسكو مين لعب في ليكيب دو ليكيب كما نقول الراديف راح دير فاكونس في في وباسكو عنده مده ما دخلش لاجيري بلس اون اني ما دخلوش الجزائر بسبب بس جائحه كورونا اليوم نتكلموا على بالرحمه اللي ادى مباراه متوسطه ضد نادي ساوم هامبتون نادي وست هام لعب اليكستيرير كما يقولوا لعب مقابله فوق المتوسط سيطر على المباراه استحواذ الكرة حسب موقع ديريكت فوت الفرنسي 75% لوستهام و25% لنادي صوم هامبتون، اللاعب نادي برحمة تاع ماداش فرص كثيرة، اداء تاع كان متوسط والتنقيط تاع كان 5.5، كما تشوفوا أخواتي التنقيط دا 5.5، المدرب ديفيد مويس اللي يقول ديفيد مويس راه حاقد بن جو بونس با السيد راه توجري ايسي دخلها جوكر ماذا بينا نهار اللي دار باس ديسيزيف ولا ماركي توجو كان يلعب ابري اساسي بعد الاداء تاع كان متوسط اللي يفرض نفسه سعيد بن رحمه يفرض نفسه في المباراه ملي داخل هذيك اون بليس راه يدخل دخل في وقت مليح ها انت توجو يدخلها اونت 60 65 توجو 25 30 متر راه يدخلها ينجم يدير حاجه ان شاء الله من يدير حاجه تما كيفرض نفسه باش يلعب تيتيرا كون يدخلها دو فوا يدير دو باسي ديزيزيف يدير لقطة قط تشابي نيمار كي نورمالمون المدرب هذا آه الانجليزي ما ما هو ما هو عنصري ما هو ما هو يميل اخر ماشي كيما غوارديولا يقولوا كاين تيق راسه مهبل المحرز دوك بعد نحكوا على محرز ان شاء الله نروحوا ل نروحوا <applause> للاعب اسلام سليماني اسلام سليماني اخر الاخبار يقولو يقولوا باللي عنده دي كونتاكت مع سان تيتيان وجونين المدير الرياضي تاع تاع مدريد اه باردون تاع تاع ليون توجو راه داير في المفكره تاعه شفنا الموقع تاع موقع بي سبور واش كتبوا قالوا باللي أمين تادرو يبيعوا اللاعبين تاعهم دي بلاي والاخر نسيت اللاعب الاخر اللي كاين دو بلاي وكاين الاخر نسيتو والله نسيتو اللي باغيين يبيعوه قال كون يبيعوهم ينجموا يديروا ان بيجي اسلام سليماني وهم يقولوا باللي سليماني سليماني راه ينيغوسي مع ليستر سيتي باش باش يلغي العقد تاعه نيغوسياسيون باش يفسخ العقد ولكن صعب شويه انا نظن سليماني ممكن يبقى كما قلت لكم في الماركاتو الاول اللي شفاو قلت لكم سليماني غادي يبقى باسكو عنده ان بون سالير في ليستري توشي بلاس 400000 يورو بار موا اه يقعد تماك باقي له 6 موا وكونطرا تاعك تكمل بعد يروح ليه وموا جوان ما كانش ني كوب دافريك ني كوب دي مود ما كان حتى حاجه السيد يكمل 6 موا تاعه يدي لي سالير تاعه على اخر سنتيم باسكو اللي غادي هذه 6 شهور اللي غادي يخصها في 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 ليستر يخصها في 5 سنين في ايكيب نورمال باسكو ما نكتبوش جوج سنين ماني لا خرج من اذا ال... خرج من ال... من ليستر غادي يدي 50 160 170 يورو بالمو فوق هذه ما يديش سي بو سا <سؤال> نهار اللي جابوه جابوه لي ستر جابوه بكرون سالير وكونترا خاسرين خاسرين معاه 100% بور سون، لهذا قال لهم نبقى في ليكيب تاعي انا نبقى ما نحاولش نشوفهم نبقى معاكم المهم ندي 400 اورو، قلت لهم راهي الله يزيدها الله يزيدها اسلام، هذا الزهر <سؤال> الزهر تاع واحد ما يقلع له واحد خاوتي سي <"سؤال> بور سا ليون ليون هما هما كون يسلفوه لي عندهم مو واحد لعب في لي كونطرا يسلفك ليكيب ويعاونك في الصالير ليستر تعاون في الصالير كيما عاونتها في موناكو كان دي بريس 300 ميل اورو بارموا دروك هو ما نضرش انا اليوم باش يعطوها ان كرون صالير كيما صا ما نضرش ما ما ريسكوش أما عم يقولوا سنتين ما داروا ان كرون بيجي بيجي طلعوا البيجي تاعهم باش يريكريتو ان شاء الله ما دابينا بصح انا ما انا ما جات عليا يبقى في ليستر خويا سي لعب دو فوا كوب دي لعب كوب دي مون لعب كو دا كوب دا كوب لعب شحال من خطره يكمل خويا دروك قضيه راه في فان في لا فان تاع المشوار تاعي آه قضيه سوال اخوتي وراك لعب, لعب في المنافسه في المنتخب الوطني صعابت عليه بعدا كاين دي لور كاين بونجاح كاين عده لاعبين كاين هذاك تاع نيم اللي جابوه من تونس نسيت تاع العريبي ما راه كاين منافسه انا جبيل لي سليماني يكمل الكونطرا تاعك مع مع ليستر قضيه سوال دا. <applause> 400 ولا شي ولا نروحو بالعمري بالعمري نقولو أه نحكو على بنامري. أه بنامري عنده مشكله ما راهش يلعب دخل أه البلاد وغادي يرجع رجع بون مون رجع اندمج أه مع المجموعه أه مدافع نحتاجه في المنتخب للاسف ما راهش يلعب ولكن حسب الاصداء جاتني من المقربين تاع عندي مناجر صديقي هو هو تاعنا تاع ابراهيم شاوش كان عندي ديسكسيون انا قال لي انا حكيت مع بنعمري عمري على حسب قول ابراهيم شاوش قال لي انا حكيت معاه وقال له بلي ماني ما نكذبش عليك راني يعني شويه مقلق على على لا سيتياسيون تاعي ملي قال لها مي راني في غرون ديكيب تاع كلاسي برومي كاين دو ديفونسير يطردقو ما نجمش انا ندي بلاصتهم فاسينو ولكن قال لها راني نقارع الماركاتو في حاله الماركاتو يجي عندي دو كونتاكت مع دي زيكيب في ليغ ا في فرنسا قال لها عندي دو كونتاكت من نجم نسني في اي كيب في ليغ ا وصافي بليزير ماشي مليحه مي باش يرجع السعوديه جو بونس با ما قال لها ليس ما راهش قال لها في عقلي باش نولي المشاريع قالك اضعف الايمان غادي يسني في دو زيكيب ويلعبوا في في الميليو في الطابلو في الميليو في وسط الترتيب ممكن ي... ممكن يسني فيهم ان شاء الله هذا حسب ابراهيم شاوش كان عنده كونتاكت ديريكت مع مع بن هو اللي خبرني به الامر والله اعلم ابراهيم شاوش من مصدر موثوق ما يكذب ما زمان ب... يعني زعما انا مجربه في عده امور بن طالب بن طالب راه يدير روحو لبن طالب بن طالب لاعب جزائري شاك بعد الضجه اللي وقعت عليه تاع العنصريه راه يدرب مع ناديه على الانفراد ويقولوا كاين اتصالات مع هيلارا هيلارا فيرون اللي تاعها قالت لها دبر ايكيب باش نبريتيك ولا نبيعك هم عندها دي كونتاكت مع هيلارا فيرون ويقولوا بعض الناس عنده بعض المواقع يقولوا بلي يقدر يروح يروح الانجلترا يرجع ان شاء الله ان شاء الله هذا بنطالب لاعب عصبي شويه لاعب حار محارب ان شاء الله يخرج المستوى باش يرجع يرجع المستوى باش يرجع ام فائدة للمنتخب الوطني نروحوا لرياض محرز رياض محرز اليوم الأونز مونديال حطت راه في اتصالات مع ريال مدريد هذه اوز مونديال موقع شويه كما يقولوا عباس بي عنده ثقه يقول لك بعد اصابه رودريغو زيدان إعلام اعلم, أعلم اداره ريال مدريد باللي خصو مهاجم ويقول لك كلام عن رياض محرز ان شاء الله ان شاء الله يروح رياض محرز باش ياه باش بن شيخ وماجير صالح يموتو ديريكت باذن الله باذن الله يموتو ديريكت باسكو ما حسيت ان كرون جوار مفخر الجزائر فخر العرب آه لاعب موهوب وغادي غادي ندير لكم انسيجي على بن شيخ وعلى كلهم الله يحمر لنا وجهنا بوكوا با يلعب في الريال هذا فخر ستم ستم كرون بليزير بن <applause> شيخ وماجر تكمل عليهم ما ان شاء الله فوالا خاوتي روحوا للبلايلي بلايلي بونجاح ديربي قطر ديربي الدوري القطري العادي البارح كانوا ناقصين في اثنين ما كانوش في, في نهارهم بلايلي مستواه كان عادي البعض راهم يقول لك باللي طاح فيها ديفونسير سوليد ما طاكش يسوقهم كيما من الله اعلم آه ما ننسوش بلايلي راه بيتي ا بيتي في قطر. قطر تبقى قطر يبقى تبقى شامبيونه ضعيفه خاوتي ما نجمش نقول لكم قطر حاجه كبيره لاني نعرف باللي مستواها مستوى عادي 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 فوالا خاوتي نروحو أه لبن يرجع للتدريبات من بن سبعين يرجع بوداوي عطال فوزي غلام كلهم رجعوا ان شاء الله نتمنوا بون كونتيناسيون بور لي المحترفين تاعنا وثاني نشكروا الانديه الجزائريه من مولوديه الجزائر شبيه القبائل وفاق سطيف شباب الوزاد ان شاء الله يروحوا دور المجموعات من رابطه ابطال افريقيا وكاس الكاف ويمثلونا وان شاء الله زاد شي حل علينا وترجع الافراح للكره الجزائريه وان تو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله